بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده نعمل لكم حاجات كده ان شاء الله تعجبكم يا رب. هنعمل فته ولكن بالعدس والحمص، يعني كلها بقول للناس اللي هي فيجيتيريان ومش عايزين ياكلوا لحوم، وفي نفس الوقت قيمتها الغذائيه عاليه جدا. مقاديرها عباره عن كوبايتين من العدس الاصفر منقوعين في الميه هم، وكمان ثلاث ثمرات بصل ومعلقه كركم ومعلقه كمون ومعلقه كاري ونص لتر من الميه، الميه السخنه. وعندنا بعد كده كوبايتين من الحمص المسلوق واربع ترغيفة عيش شامي محمص ومعلقتين عصير ليمون وبصلتين متقطعين شرايح وكوبايتين من العدس المسلوق اللي هو بالقشر، العدس بجبه يعني، وقلبتين زبادي وفصين ثوم. اقول تاني المقادير، اول حاجه عندي كوبايتين من العدس الاصفر، يعني نص كيلو تقريبا من العدس الاصفر منقوع في الميه، وعندي كمان ثلاث ثمرات بصل، ثلاث ثمرات بصل مفرومين، ومعلقه كركم ومعلقه كاري ومعلقه من الكمون ونص لتر ميه سخنه. وبعدين عندنا طبعا ده منقوع في الميه ولسه مازال في الميه، هنحط عليه كوبايتين ميه فقط يعني مش كتير، اللي هم نص لتر. وعندنا بعد كده كوبايتين من الحمص المسلوق واربع ترغيفة عيش شامي محمص ومعلقتين عصير ليمون وبصلتين متقطعين شرايح وكوبايتين من العدس بجبه المسلوق وعلبتين زبادي وفص ثوم. يلا بينا علشان نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنحط هنا كزرون على النار او حله، ونجيب البصل وشويه زيت حوالي معلقه كبيره يعني، واول ما تسخن دي نحط عليها البصل. مش شرط البصل يكون متقطع صغير يعني، لان ده لسه هيتفرم مع العدس. فاحنا حطينا البصل، بعد كده نجيب سباتولا ونقلب البصل يشم النار يدبل شويه، وبعد ما يدبل معانا شويه هنيجي هنا عندي طاسه تانية اهي بتسخن، شايفين البصل متقطع شرايح هنحطه في حاجه كبيره، وناخد شويه ملح عليه بس اهو يا دوب كده شويه ملح، وعلى البارد نحط عليه كميه من الزيت 3 4 5 معالق، ونقلب كل ده مع بعض اهو، ونروح نحمره، نزود شويه زيت كمان عشان هنصفي الزيت ده بعد كده. يبقى انا حطيت البصل هنا عشان يدبل معايا، وفي الطاسه الثانيه بنحمر على البارد زي ما قلنا بنحمر، يعني انا لسه ما شغلتش النار. ليه بقى انا عايزه بصل محمر؟ يعني على الكشري او بيتحط على، شغل كده بقى اهو ونسيبه يتحمر مع بعضه. في نفس الوقت هنيجي هنا تاني نقلب البصل، بس انا عايز ازود شويه زيت كمان. هنا بقى البصل شايفين بدا يدبل معايا، هنيجي بقى نحط عليه البهارات، معلقه الكركم ومعلقه الكاري ومعلقه الكمون اهم الثلاثه مع بعض، وبعدين نقلب شويه كده، ونقوم حاطين عليه رشه فلفل صغيره وشويه ملح، ونجيب العدس المنقوع في الميه بميته كده نضيفه عليه. ده حوالي نص كيلو عدس مغسول ومنقوع في الميه بقاله اكتر من نص ساعه. اولا عمليه النقع دي انا خدته بميته، ثانيا هو العدس مش هياخد وقت في التسويه كده خلاص، يعني يا دوب هيغلى على النار غلوتين لانه طبعا متشرب من الميه. هنزود عليه نص لتر الميه كده زي ما قلت لكم، ميه سخنه بقى عشان تساعد اسرع على التسويه، وبعدين نغطيه ونسيبه على النار يغلي معانا، وبعد كده ناخد معانا اتصال. يا دينا صباح الفل. اهلا، ازيك يا حبيبتي، اخبارك؟ الحمد لله تمام. الله يخليك يا حبيبتي، عامله ايه؟ وريناد عامله ايه؟ لا نهار، نهار سوري نهار. انت عامل ايه؟ انا بخير والله الحمد لله رب العالمين، نحمد الله. انا بس كانت نهار عايزه اتكلمك. اديهاني يا حبيبتي. حاضر. انا ايوه يا نهار، ازيك؟ الحمد لله، انت ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يوفقك دايما يا رب. على فكره اختي جابت الحاجات المعالق اللي زي بتاعتكم، معالق زي دي كده اللي بنشتغل بيها. وجابت الفرشه وجابت حاجات كتيره. يا رب يخليها يكرمكم يا رب، ما شاء الله عليكم. يعني انا حاسس ان انتوا مهتمين بالمطبخ، يعني بتحبوا المطبخ وكده. مش بعرف اعمل حاجه، لسه صغنونه. يعني انت مش بتعرفي؟
لا انا بعرف بس مش هقدر اعمل حاجه. ليه ليه؟ طب ما تخشي مع ماما تساعديها. انا بخش مع ماما اضرب لها بيض، اضرب لها حاجات زي كده. طب كويس كويس كويس، جميل. يعني هي ماما بتشتغل صح؟ لا. طيب لا طب خلاص، يبقى اول ما تخش المطبخ ماما تخش تساعديها وتقطعي معاها وتساعديها كده، وخليها برضو ايه يعني، هي ما تخليهاش تمسكك السكينه في الاول، بس بعد كده هتعرفي تشتغلي كويس قوي. لا بس اختي بتعمل اكتر مني. ربنا يخليكم يا رب، وانا زي ما وعدتكم ان شاء الله هنجيب دينا معانا مره، بس لسه بنوضب الموضوع ان شاء الله. مالكيش سؤال بقى؟ بشكرك يا نهار انت ودينا على اتصالكم. شفتوا بقى البصل اهو، انا حطيت عليه رشه ملح فقط، وحطيته على البارد في الزيت بنقلبه. وهنا العدس معايا زي ما قلت، حطيت البصل في معلقه زيت، وبعد كده حطيت الكمون والكركم والكاري، وبعدين اهو شايفين الميه السخنه بدا يغلي معايا اهو، شفتوا بقى. نيجي بقى في حاجه هنا، شايفين الرمي اللي على الوش ده؟ ممكن نشيله اهو. امال ده ايه يا باشا؟ لا 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 ما لا انا ما ايه يا عم مجدي، انت ايه يا عم عامل ايه؟ انت من اولها كده يعني ولا ايه؟ ها؟ امال ايه طيب؟ ما هو هوريك اكتر من كده ايه؟ وبعدين مش مصدق، تعال انزل تحت شوف. هقلبهولك حالا. خلاص؟ نرجع بقى نسيب العدس كده المنقوع في الميه، كان منقوع في الميه سيبناه عشان يتشرب اهو، بدأ يخش في السوى، هنسيبه خالص لغايه ما يستوي خالص. عندنا هنا نوعين تانيين من العدس، من البقول، عندي حمص مسلوق، وعندي كمان هنا شفتوا بقى، انا سلقه في بصل وتوم، بس هنشيل البصل الزياده ده المسلوق فيه، وده العدس اللي هو بالجبه، ده فيه بصل وتوم مسلوق وشويه من الملح وشويه من الكمون، وصفيته بعد ما استوى معانا خالص وخدناه. هقول لكم على معلومه، انا من الناس اللي بعشق العدس اللي هو مسلوق زي الفول. طبعا في ناس كتير قوي ما تعرفش ان العدس ممكن يتاكل زي الفول بالظبط. احنا بنجيب العدس نغسله وننقعه في الميه شويه، وبعد كده بحطه على النار مع رشه كمون وفصين ثلاثه توم وبصلايه لغايه ما يستوي، وبعدين بعد ما يستوي بميته كده، ميه ما بتبقاش كتير، احطه واحط عليه شويه زيت زيتون وعصير ليمون، بيبقى روعه. يا ايمان. الو. ايوه يا ايمان اتفضلي يا حبيبتي، سامعك. عايزه اعمل طريقه الايس كريم. الايه يا حبيبتي؟ طريقه الايس كريم. حاضر من عينيا، هقول لك على الايس كريم. حاضر هقول لك على الايس كريم بيتي كده تعمليه كمان، سهل قوي. حاجه تانية؟ لا شكرا. انا بشكرك يا حبيبتي على اتصالك، وهقول لك ان شاء الله على الايس كريم. ناخد كده الحمص المسلوق، برضه انا بحط معاه بصلايه كده، ونحط عليه الزبادي بس بعد ما نصفي ميته اهو، قلبتين الزبادي، ونحط عليه رشه الثوم، رشه صغيره من الثوم كده، ورشه ملح صغيره. طب انت عملت ايه دلوقتي يا شيف يسري؟ انا حطيت زي ما قلنا هنا الحمص مع الزبادي، وحطينا عليه شويه من التوم مطحون، وحطينا عليه كمان شويه ملح صغيرين، وقلبته. ليه دي بقى الطبقه اللي هتبقى على الوش، الطبقه اللي هتبقى على الوش، وهنحط على الحمص المسلوق بملحه بحاجته كده عصير ليمون. عندنا عصير ليمون معلقتين، وهنقلب ده مع ده برضو. يبقى انا كده عملت ثلاث حاجات، ثلاث نكهات مختلفه. عندي العدس هنا المسلوق اللي بيتسلق اهو، اللي دخل في السوى شايفين اهو اهو يا مجدي. ليه؟ لان انا نقعه في الميه، ومع البصل ومع الكاري والكركم والكمون اهو، هنغطيه شويه. وهنا عندي العدس ده اللي مع الليمون، وكان مسلوق في ميه فيها توم وبصل ورشه كمون، وحطينا عليه عصير الليمون وشويه ملح صغيرين، بنقلبه مع بعضه. وعندي هنا الحمص اللي معاه زبادي وتوم ورشه ملح. يبقى احنا كده هنشيل كل الحاجات دي كده هنا، ونبدأ نرص الطبق بتاعنا. ايه هو الطبق بتاعنا؟ الفتة بتاعتنا. نجيب الطبق، عندي طبقين هنغرف، لو انا عندي طبق عادي، ولو انا عندي طبق عايز اعمله كده للأسرة يعني. اول حاجة هناخد كده على قد الفتحة بتاعت الطبق اهو، وهنستنى شوية لغاية العدس ده
ما يغلي معانا غلو. وبعدين عشان هنضربه دلوقتي بالهاند بلندر، هنيجي هنا ناخد جزء من العيش في الطبق ده وجزء من العيش. العيش لو بصيته هتلاقوه انا محمصه في الفرن، بمعنى ان انا لو خايف بقى من الزيوت والتحمير والكده بحطه اهو زي ما انتم شايفين متحمص في الفرن. ناخد شويه في الطبق ده عشان هنعمل واحد بس كده على قد فرد اهو، وبعدين الكميه الباقيه كده. وبعدين ما تنسوش ان انا عندي البصل هنا بيتحمر اهو، بدا يلون اهو، اوعوا تنسوه هيتحرق معاكم. هنا بقى العدس استوى والدليل اهو، هنرفع شويه نضغط عليه كده بالايد هتلاقوه استوى معانا. هنرفع دي خليها على جنب ونروح نجيب بقى حبيبي. حاضر ماشي، طب ماشي انا جاي لك. حاضر، ربنا يكرمك يا رب، انت جميل يا مجدي، ربنا يخليك، انا بدعي لك. خلاص احنا حطينا ايه؟ العدس بدا يستوي معانا كله قدامكم سريعا وسهل اهو، هنضربه كده بالهاند بلندر عشان انا عايزه يبقى مش ناعم. لو عايزين تضربوه في الخلاط مفيش مشكله، لكن احنا بنضربه هو على النار اهو. لغايه ما يستوي معانا العدس، قصدي لغايه ما يتفرم معانا الحجم اللي انا عايزه او الشكل اللي انا عايزه. وبعدين هنغرف بقى بطرق متعدده، يا اما هنحط طبقه من ده وطبقه من ده وطبقه من ده، يا اما نحط طبقتين زي ما انتم عايزين. الموضوع بقى ايه؟ زي ما احنا بنقول كده يعني. انا جت فكره في دماغي هعملها دلوقتي وهتشوفوها ويا رب تعجبكم. خلاص انا كده ايه، عايز اشيل ده بعد ما خد الشكل اللي انا محتاجه. جربوا الفته دي جديده وحلوه وهتعجبكم قوي يعني، لسه مختلفه خالص. وبعدين هعمل حاجه بقى مختلفه بقى، عارفين هي ايه؟ هنرفع دي كده ونرجع العيش تاني، لان انا هعمل واحده العيش تحت وواحده العيش في النص. يبقى هنجيب دي كده ونجيب كميه من العدس بتاعنا ابو جبه تحت، نص الكميه بالظبط، ونفردها. خدنا طبق اهو من العدس بجبه معايا يا مجدي. الله ينور الله ينور الله ينور. وبعدين ناخد هنا كبشتين من العدس السميك ده، هيتماسك اهو في النص اهو، الله اعلم بكده اهو. وبعدين ناخد بقى العيش في النص ونفرده، العيش مقرمش. وبعدين نحط عليه طبقه تانيه من العدس. ناخد شويه كده، لا شويه للطبق التاني احنا نسيناهم. ثواني، حاضر هبقى معاك بس بعد ما نغرف عشان هركز معاك. هتلاقي العدس اتلقت اهو، وطبقه تانيه من العدس ده. طبق والله يا جماعه طعمه حلو قوي، وكل مكوناته نص كيلو عدس من ده ونص كيلو عدس من ده و ربع كيلو من الحمص ورغيفين ثلاثه عيش وبصلتين وبتاع. وبعدين البصل اوعوا تنسوه هيتحرق معانا اهو، شوفوا لونه اصفر اهو بس لسه مع بعض. وبعدين بعد ما غرفنا هنا ده كده، هنيجي بقى نحط هنا شويه من العدس ابو جبه على الطبق اللي لوحده بقى على قد مجدي اهو. وبعدين ناخد كده العدس من التاني الاصفر بقى، الشتا جاي بقى وطبق زي دوت يبقى حاجه كده زي ما بنقول يعني حلوه بصراحه. انا همسح بس الطبق يكون بس العدس جلس شويه. يعني ايه جلس شويه؟ يعني لما امسح الطبق كده العدس الاصفر ده هنرفعه بضاعه اهو. بصوا بقى هنا، نرفع بالراحه كده، مش مشكله مش مشكله لانه سخن. وبعد كده هنغطيه بطبقه من الحمص مع الزبادي، والبصل اول ما هيصفر معايا هصفيه واضيفه عليه، وهتتفرجوا على طبق مشهي جدا. ناخد شويه هنا شويه هنا، وعايزكم بقى تجربوا الطبق ده حكايه قوي. طبعا انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا بس هستاذنكم على بال ما البصل يتحمر معانا، هناخد فاصل ولما نرجع هنعمل لحمه مختلفه بالسلق والسماء، ولكن بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عملنا مع بعض، شايفين الفته تحت في عدس بجبه، وبعدين طبقه يعني من العدس بجبه، وبعدين طبقه من العدس العادي، وبعدين طبقه الخبز، وبعدين كمان طبقه من العدس ابو جبه، وطبقه من العدس العادي، وبعدين طبقه من الزبادي مع الحمص. طبق قيمته الغذائيه عاليه جدا. يعني ده هقول لكم على حاجه كمان، واللي بيعمل دايت ممكن ياكل منه، لان ما فيهوش غير معلقه زيت. لو شلنا على فكره، انا صفيت البصل، شايفين لون البصل عامل ازاي؟ اوعى تحمره اكتر من كده عشان هيتحرق وقرمش وزي الفل. تعالوا بقى نعمل اللحم بالسلق والسماء. سلق وسماء، ايه هو السماء؟ السماء هو عباره عن حاجه بتتزرع وبتطحن، بتبقى بنفس اللون ده، وبعدين طعمها مزز بتاع يعني زي الليمون وزي الرمانه، ما بيركز يعني زي دبس الرمان. عندي كيلو من اللحم الاحمر، ثلاث ارباع كيلو، ونص كيلو بصل متقطع شرايح، وثلاث حزم من السلق، ثلاث حزم من السلق. السلق ده طعمه حلو جدا على فكره وصحي للغايه. وكمان عندي كوبايه من الحمص طبيخ منقوع، كوبايه من الحمص الطبيخ المنقوع. هو في فرق بين الحمص العادي والحمص الطبيخ. حمص الطبيخ ده بيبقى متقشر حمص، بس مش متحمص بقى، لا، حمص الطبيخ بيبقى متقشر، بيتحط مع الكرشه، بيتحط مع ساعات مع السبانخ، زي ما انتوا عايزين. عندنا كمان ثمره فلفل حامي مفرومه، وخمس فصوص ثوم، ونص كوبايه طحينه، ومعلقتين زيت، ومعلقتين زبده، وعندنا معلقتين بقدونس، ومعلقه شمر، واربع معالق من السماء، وهنقدمه مع رز ابيض. نقول تاني، كيلو من اللحم الاحمر، نص كيلو من البصل، كوبايه من الحمص المنقوع، وثلاث حزم من السلق، لان السلق ده بيتباع بالحزمه. عندنا كمان ثمره فلفل حامي، وخمس فصوص ثوم، وعندنا نص كوبايه طحينه، ومعلقتين زيت، ومعلقتين زبده، وبعدين عندنا كمان معلقتين من البقدونس، ومعلقه شمر، واربع معالق من السماء، واخيرا هنقدمه مع رز ابيض. يلا بينا نشتغل. اوكي، اول حاجه هناخد السلق نفرمه. ليه بقى؟ انا سبته بورقه كده عشان تشوفوا، هنفرمه وهيطلع بالشكل هتشوفوه، يعني مش هنقدمه كده سليم زي ما هو ورق، لا، هناخده كده. السلق ده كمان حلو قوي، احنا عملنا اسمه ايه دوت قبل كده، الاسبوع اللي فات كان فيه محشي سلق، لكن احنا عملنا القلقاس بالسلق. طيب انا منتظر تليفوناتكم، لو ما عملناهوش نعمله، لان القلقاس بالسلق حلو قوي. يا حاج عسكر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يسري. الله يخليك يا حبيبي، اخبارك؟ طيب. وانت بالصحه والسلامه يا حبيبي، ربنا يكرمك. اتمنى الزمالك كده انه يفوز النهارده، رغم ان احنا علويه، بس كلنا النهارده على فكره مصر. والله مش حضرتك لوحدك، ده فيه على الاقل 10 قبلوني اهلاويه وقالوا نفس الكلام. وبرضه المسلمين والمسيحيين ايد واحده، علشان كده بعت لك السلام بندق حسين وكراس عماد ويولا نبيل. ربنا يخليكم، واحنا سعداء طبعا يخليك. وسلام خاص ليهم يا حاج عسكر، ربنا يكرمك يا رب. وعاوزين بيتزا كده بالجمبري كده، تبقى تشفحها لهم كده علشان خاطر الناس الحلوه اللي عينيا. تحت امرك يا حاج عسكر، انا بشكرك على اتصالك الجميل والله. طيب. بتوحشنا يا حاج عسكر، ربنا يخليك. الله يخليك، الله يكرمك. اشكرك طبعاً. اشكرك على اتصالك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول حاجه هناخد كزرون كده، وناخد كمان طاسه. ليه؟ عشان انا عايز اشوح اللحمه اهو. ماشي يا عم. ناخد كده جزء من الزيت وجزء من الزبده، ادي زيت، نحط عليه قطعه من الزبده، ونقوم واخدين اللحمه حاطينها كده على طول ونقلبها. طب انت ما حطيتش عليها اي منكهات؟ لا لسه. نقلب اللحمه مع الزيت والزبده، بعد كده هنضيف لها بقى ايه، في حاجات كده هتشوفوها دلوقتي. هنا معلقه الشمر، ونضيف عليها كمان معلقه من السماء، ونقلب. يبقى احنا حطينا هنا ايه، ما حطيتش ملح. ليه بقى؟ انا عايز اللحمه تستوي دلوقتي. لو حطيت الملح في البدايه ممكن ما تستويش، تاخد وقت شويه، لان دي لحمه كندوز. خلاص كده حطينا هنا معلقه السلق، وحطينا كمان معلقه من الشمر، واهو بنقلبهم مع بعض، وهنقوم مغطيين عليهم ونسيبهم. وبعدين اول ما هيتبلوا كده وينزل ميتهم هيتشربوا مع بعض. هنيجي نضيف هنا البصل، هنضيفه عليهم
ونيجي هنا نعمل ايه بقى؟ ناخد السلق، فص ثوم، او فصين ثلاثة مفيش مشكلة، شوية زيت، وناخد نص كمية السلق بالظبط، ونحمصها شوية على الني. يعني ايه؟ ما نخليش الثوم يتحمص معانا، دي هنحمصها شوية في شوية زيت اهو. دي هتعمل حاجة، عارفين الطشة او عارفين طعم السلق اللي بيبقى مع القلقاس؟ هي نفس الطعم ده، بس طبعا مش هنطحنه، احنا هنخليه سليم، لان السلق الاخضر التاني هنحطه هنا على اللحمة، يبقى شكلين مختلفين من نفس المكون. تاني انا حطيت هنا فص ثوم مع معلقة زيت، او فصين ثوم مع معلقة زيت، ونزلت عليه السلق كده يتحمص شوية. ونيجي هنا بقى على اللحمة، نبص عليها الاول، احنا ما ضفناش عليها لسه حاجة خالص غير معلقة سماء و حطينا الزيت وحطينا معلقة الشمر. ايه هو الشمر ده؟ زي الكمون كده يعني، ايه بس طعمه حلو قوي. يعني عارفين الشبت؟ هو بيبقى طعمه زي الشبت كده. نحط البصل كده دلوقتي كله زي ما انتم شايفين على الني، يعني ما حمصناش حاجة خالص، حتى السلق الموجود مع التوم ده مش هنحمره وننشفه اهو، هو يا دوب الله على الريحة، والله بجد أكلة ريحتها حلوة قوي قوي قوي، عشان كده علي ساد الدنيا وجاء قعد جنبي اهو. اهو جميل. علي بيجيب رغيف ويقعد ياكل على الريحة. خلاص نرجع تاني، مرجعنا لإيه؟ للحمة. احنا حطينا معلقة زبدة ومعلقة زيت، حطينا عليها اللحمة اتشوحت شوية، او زي ما بنقول قفلت المسام بتاعتها، وبعد كده نزلت عليها بمعلقه من الشمر ومعلقه سماء، وبعد كده هغطي عليها، مش هحط لها حاجه خالص. عندي هنا السلق شايفينه ده اللون اللي خده اهو. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نسيبه خالص على جنب، ونروح نشوف هنعمل ايه. هاجي هنا واقوم ضايف كوبايه من الحمص الطبيخ. احنا قلنا كوبايه الحمص ده منقوع في الميه، يعني يا جماعه مش هياخد وقت كتير زي ما انتم متخيلين، زي موضوع العدس، زي موضوع العدس، بس احنا بنحط ورا بعض، بنحط الحاجات ورا بعضها. ليه؟ علشان كل حاجه لها وقت، كل حاجه لها وقت. طب يا شيف يسر البصل ده ما استواش، طب ما انا عايز كل الاطعمه تبقى مع بعض، تتداخل مع بعضها، الحمص مع اللحمه مع الشمر مع السلق اهو. بس قبل السلق هنحط الفلفل الحامي، وبعدين هنحط السلق الاخضر، وانا تخلي بالكم السلق ده لسه ما عملناش فيه حاجه، سبته زي ما هو كده اهو، وبعدين هقلبهم مع بعض، ومش هعمل حاجه خالص غير ان انا هضيف السماء كله، الاربع بقيه الاربع معالق، ونقلب تقليبه كده، وبعدين لو حسيت انه محتاج شويه ميه زوده شويه ميه زي ما بنقول، لغايه ما يشرب ميته ويتجانس معانا احنا. طبعا لازم نزود ميه، لازم. ليه؟ عشان الحمص يستوي. عشان كده انا هقلب كل ده مع بعضه، وهزود عليه شويه الميه، واسيبه يغلي مع بعضه لغايه ما نرجع من الفاصل. ما حدش يروح في اي مكان، عشان الممتع والجديد دائما هتشوفوه على تلفزيون الحياه، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا بس والله ما بكذب عليكم، ريحه اللحم الاكله دي على فكره ممكن في الشام او في الاردن بيقولوا عليها السماقية، بس أنا طبعا اخترعت فيها حاجات، يعني عشان خاطر أنا عارف إن ممكن يكونوا أصدقائنا من الأردن متابعين أو من الشام متابعين، فيقول لك لا دي مش هي دي بالصح. لا أنا أضافت عليها حاجات وشلت منها حاجات عشان خاطر يبقى فيها عشان بس تعجب كل الأذواق. هنا السلق اللي أنا حمصته مع التوم ده، ده بره الموضوع، وعندي كمان فاضل معلقة زبدة ومعلقة من الزيت، هنحطهم في طاسة، وهنعمل حاجة شبه طشة، بس مش طشة طشة يعني اهي. بقيت التوم على الني اهو، يعني حطيناه مع الزبدة والزيت، وفاكرين البقدونس او الكزبرة، الكزبرة بقدونس موجود، هنشوحه تشويحة وننزله على نفس الخليط.
الله، ده في عندك لسه نص كوباية من الطحينة. أول ما اللحمة بتاعتي هتتشرب وتخش في السوى والحمص يستوي، هندخل عليها الطحينة، هتبقى مادة الربط، هتغير اللون وهتغير الطعم، وهنغرفها مع بعض. هنشيل دي بس كده، بس قبل ما نشيل لازم نعمل الطشة بتاعتنا. حطينا التوم اهو مع الزبدة والزيت، شايفين؟ هننزل عليه بالبقدونس او الكزبرة زي ما تحبوا يعني، ما فيش مشكلة خالص، بس الكزبرة طعمها بيبقى اقوى شوية، لكن انا مش عايز اضيع طعم السلق، فعشان كده حطيت بقدونس. جميل، خلاص شايفين لون الخضرة؟ نرفع كده ونحطها فين؟ على اللحمة اهو. جميل، وبعدين نرفع دي كده ونقوم مغطيين عليها ونسيبها تغلي غلوتين ثلاثة لغاية ما تخش في السوى، وبعد ما تخش في السوى هنضيف عليها الطحينة، وبعد كده هنوريكم هنعمل ايه. يلا بينا بقى نعمل تشيز كيك بس بطريقة مختلفة. هو ايه يا شيف يوسف، ما انت كنت عامل تشيز كيك قريب؟ لا، المرة دي بقى تشيز كيك اللي فات كان بالشوكولاتة، المرة دي متغطي بجلاش الشوكولاتة، وبسيط وما فيهوش تعقيدات أي حد هيقوم يعمله، حتى ممكن أطفالنا الصغيرين. إيه هو؟ حاضر. عندي باكيتين بسكوت مفروم ونص كوباية زبدة، الأساس اللي هو الديسك اللي تحت، باكيتين بسكوت مفروم أهو، بسكوت شاي، وعندي كمان نص كوباية زبدة. وبعدين 100 مللي من الحليب المكثف المحلى، 100 مللي من الحليب المكثف المحلى. والكوندنس ميلك، برافو عليك، برافو عليك والله، يعني ما شاء الله عليك. نص كوباية من الجبنة الكريمي، نص كيلو قصدي، نص كيلو من الجبنة الكريمي، وباكيتين من الشوكولاتة، بسكوت الشوكولاتة، وكوبايتين من الكريمة المخفوقة، ومعلقة جيلاتين. نقول تاني، نقول تاني. معلش، هنضيف كوباية كريمة للجناش، عشان الجناش كوبايتين من الشوكولاتة وكوباية كريمة. هنقول تاني، عندنا هنا ايه؟ باكيتين من البسكوت هنعملهم مع بعض، نفرمهم مع الزبدة، يبقى ده الديسك أو الحاجة اللي تحت، اللي هو الكراست اللي تحت. وبعدين عندنا 100 ملي من الكوندنس ميلك أو الحليب المكثف المحلى، وبعدين عندنا كوبايتين من الكريمة المخفوقة أهم، ونص كيلو من الجبنة الكريمي، نص كيلو من الجبنة الكريمي، الكريمة تشيز، ومعلقة جيلاتين، وباكيتين بسكوت اللي هو شوكولاتة عشان هنجرنش بيهم الشكل العام، وزي ما قلنا هنعمله بجناش. ايه هو الجناش؟ طبعا احنا حفظناه، كل جناش لازم يبقى بارد. كوباية كريمة بحطها على النار، احط عليها كوبايتين من الشوكولاتة القطع، يبقى عندي كده الجناش. نقول تاني، كوباية كريمة بحطها على النار واحط عليها كوبايتين من الشوكولاتة القطع، يبقى ده الجناش اهو، شايفينه اهو، بعد ما بدأ يبرد معانا، شايفين اهو اهو، ده هيبقى على وش التشيز كيك بتاعنا. يبقى انا كده ده اساس الجناش، وعندي البسكوت هناخده بقى نفرمه زي ما قلنا مع الزبده. موضوع سهل قوي قوي قوي، واي حد يقوم يعمله دلوقتي هيبقى سهل بالنسبه له، يعني ما فيهوش مشكله ولا تعقيدات ولا حاجه خالص. طب انت مش حاطط سكر؟ ما انا مش حاطط سكر، لان انا حاطط كوندنس ميلك اللي هو الحليب المكثف المحلى. كل ما بتحصل حاجة جديدة بجيبها لكم، كل ما بنشوف معلومة تفيدكم بجيبها لكم، يعني ده أنا دقته فعجبني قوي فقلت مش ممكن ما تستفادوش بيه. هناخد كده البسكوت، وبعدين نحط نفرمه شوية، بعد كده ننزل عليه الزبدة. خلاص كده ننزل عليه نص كوباية الزبدة. الزبده دي بتبقى بدرجه حراره المطبخ او درجه حراره الغرفه، ليه؟ عشان خاطر اما تنساب يعني اما تنزل على البسكوت اهو، شوفوا عمل الكرامبل على طول اهو. خلاص امتحنوا مع بعض كويس قوي، هنخليهم على جنب دقيقه على بال ما نعمل بقيه المكونات بتاعتنا. ايه بقيه المكونات؟ هنجيب العجان بتاعنا، ممكن نحط مضرب او نحط كف بلاستيك، مفيش مشكله يعني، في الحالتين هيمشي، في الحالتين هينفع. هنحط هنا الجبنه الكريمي، عايزين بس سباتولا اهو. ادي اول حاجه الجبنه الكريمي، قد ايه؟ نص كيلو. ونحط عليها هنا الكوندنس ميلك اللي هو الحليب المكثف المحلى، ده السكر اللي فيها قد ايه؟ 100 مللي. الله، مش سكر هيبقى خفيف شويه؟ ما تنسوش ان انا عندي جناش في شوكولاته، وعندي البسكوت في سكر،
يبقى انا كده هخفق دول مع بعض. ادي الماده بتاعتنا السكريه الموجوده اهو. دوبنا الجبنه اهي. وبعدين نيجي بقى بعد ما دوبنا الكوندنس ميلك او الحليب المكثف المحلى بالشكل اللي انتم شايفينه ده مع الجبنه بتاعتنا، هنيجي نعمل ايه؟ هنجيب شويه ميه دافيه، ميه دافيه. طب انا عندي هنا الميه دي سخنه بتغلي، لا انا هخليها ميه دافيه عشان ادوب فيها الجيلاتين. نحط شويه ميه دافيه كده حوالي معلقتين ثلاثه مع شويه ميه ساقعين عشان تبقى الميه دافيه، ونجيب شوكه وناخد مع بعض كده معلقه الجيلاتين ندوبها. ده بالجيلاتين معانا، شفتوا بقى؟ حلو كده؟ خلاص دوبنا الجيلاتين اهو، هنضيفه على الجبنه الكريمي. شوفوا شكل الجبنه الكريمي مع الكوندنس ميلك بقى عامل ازاي؟ اهو. وبعدين ننزل عليه الجيلاتين المتدوب بتاعنا. وبعدين نيجي كده عاملين، عارفين مجدي بيقول لي عامل زي الحلاوه؟ اهو الحلاوه اللي هي بتتباع على السايله، لا ده عامل زي الجبنه الكوبايات. خلاص؟ اه. نرفع كده بالراحه. وبعدين ننزل الكريمه بتاعتنا المخفوقه عليها شويه بشويه. هنحط كده نص الكميه تقريبا. اهو. ونقلب. وبعدين نرجع نضيف نص الكميه التانيه بالراحه. شوفوا بقى لما يختلطوا مع بعض. هو ده ينفع يبقى ايس كريم يا شيف يسري؟ ممكن لو شلنا الجبنه الكريمي وحطينا كوبايه من الكريم شانتيه باودر على كوبايتين لبن مثلج وكوبايه من الكوندنس ميلك او الحليب المكثف المحلى وكوبايتين كريمه مخفوقه وشويه فانيليا، ينفع يبقى ايس كريم. اقول تاني، كوبايه من الحليب المكثف المحلى وكوبايتين من الكريمه المخفوقه وكوبايه من الكريم شانتيه باودر عليه كوبايتين من اللبن المثلج. بخفق اللبن المثلج مع الكريم شانتيه لغايه ما يتجمد، وبعد كده بنزل عليه الكريمه المخفوقه واقلبهم، وانزل عليه الكوندنس ميلك واقلبه واحط شويه الفانيليا، يبقى عندي ايس كريم. بصوا بقى على الشكل الجمال، نرفع كده وتشوفوا برضو الشكل معانا. لا حصل حاجه. لا 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 لا، هنحط الكريمه كده نكملها وهي شغاله عبال ما نخلص. بس انا كنت عايز اوريكم الشكل، هوريكم في النهايه اهو. وبعدين واحنا بنحط بقيه الكريمه كوبايتين الكريمه، هنروح نعمل ايه؟ نجيب فورمه مدوره تحتها بلاستيك، تحتها بلاستيك فيلم اهو. وبعدين نيجي هنا اهو نعمل ايه؟ نرفع دي كده، لان طبعا الحاجات دي كلها مش هتخش زي ما بنقول غير تلاجة، يعني مش محتاجة تخش فرن. هننزل البسكوت بتاعنا اهو، نعمل الديسك اللي تحت بيبقى تقريبا بارتفاع نص سنتي تقريبا تقريبا، ممكن ننزله كده بمعلقة، ممكن ننزله فيه عندنا حاجة زي الهراسة، ممكن بأي حاجة نضغط عليه كده اهو نثبته. يبقى انا حطيت كده اول طبقة وادخلها كده بضغطه علشان ليه؟ عشان ما يبقاش فيه مكان للتسريب الهواء. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش فيه اي فتحات تسرب الخليط ده، لان الخليط ده فيه نسبه سوائل. فاحنا كده بندخله الفريزر وعندنا كل الحاجات موجوده، مش هعمل حاجه خالص غير ان انا حاجه هنا اهو على اللحمه بتاعتنا، نبص عليها اخبارها ايه؟ دخلت في السوى خلاص اهي، نحط عليها الطحينه نقلبها، ولما نرجع من الفاصل نوريكم شكل الاكله بتاعتنا بعد ما خدت الطحينه اخر حاجه اخر ملحوظه. شايفين بتتقل ازاي لما حطينا الطحينه؟ الطحينه زي ماده الربط. خليكم معانا عشان نشوف كل ما هو ممتع وجديد على تلفزيون الحياه برنامج المطبخ وشيف يسري، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم واحنا بنغرف الطبق بتاعنا، حطينا الرز في النص اهوت، وحطينا كمان عليه شويه من اللحمه في النص. وبعدين هناخد كده زي ما انتم شايفين بقى في هنا، فاكرين السلق اللي احنا حطيناه مع التوم على الوش كده على كل شويه اهو، طعمه
هيبقى هايل جدا. ولو بقى عايزين تزودوا صوص مفيش مشكله، طبق هيعجبكم جدا جدا جدا. هنرفع ده كله ونروح بقى نشوف التشيز كيك بتاعنا. بس الطبق ده مغذي جدا، يعني النهارده عندنا اكلتين على قد ما هم فيهم حاجات بسيطه بس طعمهم مغذي للغايه. هنيجي هنا نرجع ده كده، صح يا مجدي؟ وبعد كده نروح نجيب بقى، فاكرين احنا حطينا البسكوت اللي مع الزبده في الفريزر يتجمد شويه، وبعدين ناخد كده الخليط بتاعنا نرفع ونخبط عشان ننزل بس الزيادات. بعد كده انا باخده، ما تنسوش ان ده فيه جيلاتين، يعني فيه ماده جيلاتينيه هتتماسك معايا، هناخده كده نحط اهو. شايفين الخليط اهو؟ ننزل كل الخليط ده وندخله الفريزر لمده نص ساعه. ليه؟ عشان يتجمد معايا شويه، عشان يتماسك اسرع، عشان الجيلاتين يمسك معايا اسرع. وبعد كده اما بيطلع معايا بعد نص ساعه بلاقي الطبقه دي تماسكت، بعمل ايه؟ بقوم صابب عليها الجناش، بيبقى بالشكل اللي هوريه لكم دلوقتي حالا اهو. وبعدين بقوم فاكك من حواليه، بفك من حواليه الفورمه، اقوم مسكن عليه قطع الشوكولاته اللي انتم شايفينها دي اهي، شايفينها اهي اهي. وبعدين ده هقطع لكم حته منه اهو عشان تشوفوا شكله من جوه عامل ازاي. بس نجيب كده طبق، نجيب سباتولا ونحط دي هنا، نحط ده فوق، ونيجي هنا اهو. بس لازم زي ما قلت لكم اتبعوا الخطوات عشان تطلع معانا صح الصح. يعني ايه؟ يعني انا حطيت اهم حاجه في الموضوع ان انا دخلتها في الفريزر نص ساعه، وبعد كده انا قاطع حته اهي، شوفوا شكلها بقى، بسم الله اهي اهي، وبالهنا والشفا. طبعا ايه، شايفين اللون البني ده؟ ده من الجناش وانا بقطع، ده من الجناش وانا بقطع، يعني لما نعمل كده هتلاقوا الطبقه البيضاء. لكن ده بصراحه طعمها حلو قوي قوي. في حد بقى هيكون طماع شويه زي حالاتي كده، عايز شويه صوص شوكولاته عليها، مفيش مشكله زي ما انتم عايزين. يبقى انا كده عملنا تشيز كيك بطريقه جديده خالص، بسيطه خالص، ما فيهاش اي تعقيدات، وعملناها كمان بجناش الشوكولاته. ممكن انا بقى لو عندي الطبقات دي زياده نحط فوق الوش قطعه اهو. عايز اقول لكم طبعا ان الحاجات الابتكارات دي بتيجي في لحظه، عارفين يعني ايه؟ يعني انا ما كانش في دماغي ان انا احط قطع بسكوت الشوكولاته ده على الوش، لكن وانا واقف لقيت الفكره قلنا نحطها، وهتعجبكم برضو في النهايه. واحده في النص، شوفوا بقى فوق من فوق شكلها عامل ازاي، ومن تحت ومن الجنب شكلها عامل ازاي، وتفضلوا معانا بالهنا والشفا. انا طبعا عايز اقول لكم ان انا كنت سعيد وانا موجود معاكم النهارده. احنا خلاص يا مجدي صح؟ حبيبي ربنا يخليك، استعرض براحتك بقى. يا الله يكرمك يا رب، ربنا يخليك، ماشي، هي القطعة موجودة ما تقلقش. زي ما بقول لكم كل يوم، يا رب نحب بعض، إن شاء الله بكرة أشوفكم في اليوم الطبي، بكرة في عندنا حلقة خاصة عن البشرة مع دكتورة سالي، انتظرونا بكرة في حلقة جديدة، وزي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض، والسلام عليكم.